بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامج ورتلناه ترتيلا. من خلال هذا البرنامج نحاول أن نترقى بتلاوتنا وتدبرنا وفهمنا لكتاب الله تعالى، ونستمع إلى تلاواتكم الطيبة من أجل أن نصحح ونحاول أن نرتقي أكثر وأكثر، حتى نكون بإذن الله مع السفرة الكرام البررة الذين هم مهرة بقراءة القرآن وفهمه وتدبره ومعرفة ما يتصل به من علوم تعين على فهمه وتدبره والعمل به. ستظهر أرقام التواصل مع هذا البرنامج تباعا على الشاشة، وبإذن الله تعالى سيكون حديثنا عن كتابة القرآن الكريم في أيام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبعد ذلك سنستمع إلى تلاواتكم، ويكون هناك تواصل بيننا وبينكم من أجل أن نستمع إلى بعض أحكام التجويد وكيف يتم تطبيقها تلاوة لكتاب الله تعالى. كتابة القرآن الكريم كانت مشروعا تبنته دولة الإسلام، فمنذ أن بدأ أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأصبح خليفة للمسلمين بدأت الجهود من أجل إعادة الناس إلى حظيرة الإسلام بعد الردة التي أعلنها كثير من العرب بدعوى أنهم كانوا يؤدون الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقال بعضهم: كنا نؤديها لمن إذا صلى علينا كانت صلاته سكنا لنا. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لا نؤدي الزكاة إلى من جاء بعده. فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تشمر من أجل أن يرد الناس إلى جادة الصواب وإلى أن يعيدهم إلى حظيرة الإسلام، فجرد الجيوش التي قاتلت مانعي الزكاة وقاتلت المرتدين عامة، لأن هناك أناسا كانوا قد ارتدوا عن الإسلام وعادوا إلى الكفر وعبادة الأصنام. عقد أبو بكر رضي الله تعالى عنه الألوية وأرسل الجيوش بقيادة أمراء الجهاد في أرجاء الجزيرة العربية، وخلال هذين العامين اللذين كان فيهما ولاية لأبي بكر الصديق، يعني منذ أن ولي الخلافة إلى أن توفاه الله تعالى، تمكن من إعادة الناس إلى حظيرة الإسلام، وأصبحت الجزيرة العربية دولة الإسلام الناشئة الفتية القوية. إذن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في إحدى الغزوات التي بعث بها خالد ابن الوليد إلى اليمامة، كانت غزوة اليمامة من أعظم وأشد الغزوات على المسلمين، حيث استشهد منهم أعداد كبيرة من الناس، وكان في مقدمتهم 70 من حفاظ القرآن الكريم. هؤلاء الحفاظ كانوا يحرصون دائما على أن يكونوا في مقدمة الصفوف، وأن يجاهدوا في سبيل الله تعالى، وأن يبلوا بلاء حسنا، وأن يطلبوا الشهادة في سبيل الله. استشهد 70 من حفاظ القرآن، ورجع الجيش ظافرا غانما، قد قتلوا مسيلم الكذاب وانتصروا على جيشه وأعادوا الناس إلى الإسلام. لكن كان هناك أمر رهيب جدا،
هو أن هؤلاء الحفاظ الذين قتلوا واستشهدوا في المعارك وكان لابد أن يخوضوا معارك أخر، فسيستشهد أعداد جديدة من الحفاظ، فرأى عمر رضي الله تعالى عنه أن يشير على أبي بكر الصديق بأن القرآن في خطر ولا بد من عمل رسمي يتدارك به الموقف قبل أن يستشهد الحفاظ في سائر المواطن. وهكذا كانت إشارة عمر رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنه بجمع القرآن كتابة وأن يكون عملا رسميا تتبناه الدولة. لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه تردد وقال: كيف أفعل شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهنا سؤال: يا ترى ما الذي لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان الصحابة من حوله يكتبون القرآن، يكتبون السور، كل عنده صحيفة أو صحيفتان أو أكثر، ويكتبون فيها ما تيسر لهم من كتابته من آيات القرآن بإملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كانت كتابة القرآن يعني أمرا مشروعا ومعتبرا، وكان الصحابة قد فعلوه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الأمر الذي لم يفعلوه هو كما قلنا سابقا أنهم لم يجمعوا جميع القرآن في مصحف واحد، لم يجمعوه مرتب الآيات والسور في كتاب واحد يكون مرجعا للمسلمين. وقلنا إن السبب في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي، وربما ينزل عليه آيات أو سور جديدة، فكان هذا يحتاج أن ينقض المصحف لتوضع هذه الآيات النازلة في أماكنها. ومن هنا توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جمع المصحف في مصحف واحد، أو عن جمع القرآن في مصحف واحد، توقف عن ذلك وتوفي صلى الله عليه وسلم دون أن يتم هذا الأمر. فقال له عمر يقول لأبي بكر: هو والله خير، لا نريد بذلك إلا أن يكون كتاب الله محفوظا مصونا كما حفظناه في صدورنا وفي أذهاننا، نريد أن يكون محفوظا مكتوبا بين أيدينا حتى لا يدخل أي عبث أو نسيان أو إسقاط لأي آية من كتاب الله تعالى. ودارت بين الشيخين محاورة انتهت باقتناع أبي بكر الصديق بأن الأمر فيه مصلحة عظيمة للمسلمين، وهكذا تم اتخاذ القرار من الخليفة نفسه بأن يجمع القرآن كتابة. ولأن زيد بن ثابت كان من خيرة كتاب الوحي، وكان شابا من خيرة الشباب العقلاء، عنده قدرة وجلد على العمل الشاق المضني، فقد اختير زيد لهذه المهمة، واستدعي زيد، وعرض عليه أبو بكر وعمر ما اتفقا عليه بشأن كتابة القرآن الكريم. قال زيد: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومرة أخرى دار الحوار حتى تم اقتناع زيد. اقتنع زيد بالفكرة نظريا، ولكن عمليا الفكرة كان تطبيقها أمرا صعبا جدا وقاسيا، وفيه عمل شاق مضن. ولذلك يقول زيد: والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال لكان أهون علي مما كلفوني به. لكن الآن زيد اقتنع بالفكرة وانبرى ليقوم وليكون على رأس هذا الأمر بإشراف من أبي بكر وعمر وبمعاونة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. بدأ زيد يعمل. قال أبو بكر لعمر ولزيد: اقعدا على باب المسجد،
فمن جاءكما بشيء قد شهد شاهدان أنه كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتباه أو فأثبتاه، وما ليس كذلك فلا تكتباه. إذن هذه خطة العمل، لا نقبل أي شيء مكتوب إلا أن يكون عليه شاهدان، صاحبه الذي كتبه وشاهد آخر، وهذا على الأقل. وبدأ الصحابة، أرسل أبو بكر وعمر إلى أهل العالية وهي حي من أحياء المدينة، وإلى سائر أحياء المدينة، من كان عنده شيء من القرآن فليأتنا به. وبدأ الصحابة يأتون بما عندهم من الصحف، من الأوراق، من أدوات الكتابة التي كانوا قد كتبوا عليها أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان التوجيه ألا تأتوا بشيء منقول، وإنما بشيء كتب مباشرة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان التوجيه لابد أن يأتي من كتب ويأتي من يشهد له أنه كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ العمل وبهذه الدقة المتناهية، واستمر نحو عام حتى فرغ زيد ومن يعاونونه من جمع القرآن كتابة، وكانت النسخة الأولى التي جمع فيها القرآن مرتب الآيات والسور. من أين أخذوا ترتيب هذه الآيات وهذه السور؟ إنه من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يحرص غالبا على القراءة وفق ترتيب المصحف، وأحيانا قليلة يخالف ترتيب المصحف من أجل بيان الجواز، وأن ذلك ليس ببدعة ولا بمنكر. إذن الغالب العام من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ حسب ترتيب المصحف، وأحيانا نادرة يقرأ بخلاف ترتيب المصحف. ومما يشير إلى هذا قول حذيفة رضي الله تعالى عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل في المسجد، فاقتديت به وصليت معه، فافتتح سورة البقرة فقلت يركع عند المئة، يعني بعد أن يقرأ مئة آية، فمضى حتى فقلت يختم هذه السورة ويركع، فمضى وافتتح سورة النساء، ثم افتتح سورة آل عمران حتى هممت بأمر سوء. قالوا: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. إذن حذيفة تعب من هذا القيام، تعب من هذا القيام الطويل، وأراد أن يستريح، ولكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة أولا، ثم النساء، ثم آل عمران. مشاهدين الأعزاء، فاصل قصير ونعود بإذن الله تعالى، فكونوا معنا. حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الأعزاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته تحدثنا قبل قليل حول جمع المصحف الشريف
أيام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن صار بين يدي المسلمين نسخة كاملة من القرآن الكريم، نسخة مكتوبة، وهي أول نسخة كتبت كاملة. أما النسخ التي في الأذهان وفي الصدور فكانت بالعشرات. الخلفاء الأربعة يحفظون القرآن، عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري وسالم مولى أبي حذيفة الذي استشهد في اليمامة، وأمثالهم عشرات من الصحابة كانوا يحفظون القرآن حفظا عن ظهر قلب، وأعانهم هذا الحفظ على مقابلة النسخة التي كتبت والنسخ التي استمدوا منها من أجل أن يكتبوا النسخة الرسمية. واستمر هذا العمل مدة عام أو نحو ذلك حتى خرجت بهذه الصورة المتقنة التي سميت بمصحف أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان هذا هو الجمع الأول للقرآن في عهد أبي بكر الصديق. طبعا ولا ننسى أن الجمع الذي قبله كان في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن على ما وصفنا من غير أن يكون في نسخة واحدة متكاملة. معنا اتصال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، مين معي؟ أنا زياد من عقبة. أهلا وسهلا، ماذا ستقرأ؟ سورة النبأ. سورة النبأ. النبأ، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. مرة ثانية، وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء زجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. صدق الله العظيم. ما شاء الله. صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا زياد. في أي صف أنت يا زياد؟ أنا صف سادس. الثالث أو السادس؟ الثالث. ما شاء الله، يعني قراءتك طيبة إن شاء الله تعالى، لكن نريد منك اهتماما أكثر بأحكام التجويد، ويعني خاصة الميم الساكنة لما يكون في إظهار شفوي مثل وخلقناكم أزواجا، ما بيكون عندنا يعني تشديد على الميم ولا بيكون غنة، بنقول وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا، هكذا بسرعة. قراءتك طيبة، ونريد منك إن شاء الله تعالى أن تهتم أكثر بأحكام التجويد وبحفظ القرآن أيضا، وبارك الله فيك وشكرا على اتصالك. إذن صارت هذه النسخة التي تعتبر النسخة الرسمية من المصحف الشريف مكتوبة وحفظت عند الخليفة أبي بكر الصديق مدة حياته. فلما صار عمر رضي الله تعالى عنه خليفة للمسلمين انتقلت أدوات الخلافة ومنها هذا المصحف الشريف إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فصارت في بيته باعتبارها مرجعا للمسلمين. كان المسلمون آنذاك قد بدأوا ينسخون من هذه النسخ وينسخون من النسخ التي بين أيديهم، بحيث يكتب كل لنفسه نسخة
من المصحف الشريف، وهذا ساعد عليه أنه قد كثر الكاتبون بين الصحابة والتابعين، وكثر الداخلون في الإسلام، وكثر الاحتياج إلى نسخ من المصاحف، على أن العمدة دائما في أيام الصحابة والتابعين العمدة كانت على الحفظ والتلقي، أما الكتابة فقضية ثانوية، ولكن لا بد منها توثيقا وتثبيتا لهذه النصوص المنقولة. معنا اتصال، السلام عليكم يا ريم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا، ماذا ستقرأين؟ سورة النازعات. سورة والنازعات غرقا، بسم الله. ابدأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. أوصل الكلمات ببعضها، أوقفي على الكلمة بالسكون، لمردودون، أو نوصلها في الكلمة التي بعدها. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك عبرة لمن يخشى. أحسنت يا ريم، صدق الله العظيم، ما شاء الله قراءتك ممتازة ومتقنة، ولكن هناك بعض الأشياء منها ضيق النفس، تحاولي ما تقفي على الكلمات إلا بالسكون، وإذا وقفنا نرجع بكلمة أو كلمتين ونستأنف. وأيضا الإدغام بغنة مثل يومئذ واجفة، نعطي الغنة كاملة وافية إن شاء الله. وشكرا على اتصالك يا ريم. إذا عندما صار للمسلمين هذا المصحف، وانتقل بعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بقي معه مدة حياته، وخلافة عمر رضي الله تعالى عنه 10 سنوات أو تزيد قليلا، وخلال هذه المدة حدثت تغيرات كثيرة، وانتشر المسلمون في سائر البلاد، ودخلت بلاد الشام والعراق ومصر وكثير من بلاد ما وراء النهر، دخلت هذه البلاد كلها في حوزة الإسلام، وصارت العملية بحاجة إلى مزيد من الكتابة ومزيد من التعليم ومزيد من نشر المصاحف ونشر القرآن وعلومه. كل هذه القضايا احتاجت جهدا مضاعفا من الصحابة والتابعين الذين جاءوا من بعدهم، من أجل أن يكون القرآن هو الثقافة السائدة في المجتمعات التي دخلت حديثا في الإسلام.
كان هناك كثير من العجم الذين دخلوا في الإسلام احتاجوا إلى أن يتعلموا اللغة العربية، لغة القرآن، احتاجوا إلى أن يتقنوا هذه اللغة ليقرأوا القرآن والسنة وليفهموا الفقه ويفهموا أحكام الدين. ومن أجل هذا سنجد خلال مدة خلافة عمر رضي الله تعالى عنه انتشارا واسعا لتعلم القرآن وتعليمه وكتابته. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. من معي؟ ديمة الدهني من العقبة. أهلا وسهلا ديمة، ماذا ستقرأين؟ المدثر، سورة المدثر. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر. قم فأنذر. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا. مرة ثانية هكذا يا ديمة. ذرني ومن، ذرني براء واحدة وليس بالتكرار. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبني شهودا. وبنين. وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد. ثم يطمع أن أزيد. ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا. أيضا الراء. سأرهقه. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. ثم قتل كيف قدر. ثم نظر. ثم عبس وبصر. ثم أدبر واستكبر. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا بشر. صوفيه سقر. وما أدراك ما سقر. لا تبقى ولا تذر. لا تبقي. لا تبقي ولا تذر. لواحة للبشر عليها 19. صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا ديمة، قراءتك طيبة وممتازة، ولكن نريد منك اهتماما بأحكام التجويد أكثر. ولذلك يعني الاهتمام بأحكام التجويد سيؤدي إلى أن تصبح قراءتك أحسن وأفضل. أنا ألاحظ من خلال اتصالاتك الدائمة أن قراءتك تتحسن، ونريد منك إن شاء الله تعالى مواصلة الاهتمام بالأحكام حتى تصلي إلى درجة أفضل وأحسن بإذن الله. وشكرا على اتصالك. مشاهدينا الكرام، نأخذ آيات من سورة المزمل
ونبدأ بالتطبيق عليها بإذن الله تعالى، حتى تكون هذه القراءة بتطبيق الأحكام نموذجا من أجل أن نصحح قراءتنا وفقه أو تشبيها به بإذن الله تعالى. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. صدق الله العظيم. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. ألا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا حمودة؟ الحمد لله. في أي صف أنت؟ الروضة. في صف الروضة، ما شاء الله. إيش حافظ من القرآن؟ سورة الناس. سورة الناس، بدك تقرأ لنا إياها الآن؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا حمودة. صدق الله العظيم. ما شاء الله. أنت حفظت هذه السورة في الروضة؟ بدنا منك تحفظ كمان جزء عامة كاملا إن شاء الله. بارك الله فيك وشكرا على اتصالك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معي؟ أنا ستيفان. مرة ثانية؟ اهلا وسهلا. ايش حتقرا؟ من سورة المزمل. من سورة المزمل. بسم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها المزمل الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا ويقولون وزهره ذكرا جميلا اذكرني والمكذبين
لبيئة أذن نعمة ومهد قبيلة إن الدين كان وجحيما وكان الصعب الصبر عذاب أليما. صدق الله العظيم. مشكورة يا دينا على هذه القراءة المتقنة الطيبة، ولكن في مشكلة في الصوت، يبدو أن الصوت غير واضح تماما، لكن بالعموم قراءتك متقنة وطيبة. بارك الله فيك وشكرا على اتصالك. إذا نكمل قراءة هذه السورة ونقف مع الأحكام التي فيها. قال الله تبارك وتعالى: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا أم محمد، كيف الحال؟ الله يبارك فيك ويسلمك. ماذا ستقرأين إن شاء الله؟ من سورة المزمل إن شاء الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. صدق الله العظيم. بارك الله فيك وشكرا على هذا الاتصال والقراءة المتقنة الطيبة بفضل الله تعالى. شكرا جزيلا. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا. أهلا. مين معي؟ عبد الرحمن عربيات من السلط. أهلا وسهلا شيخ عبد الرحمن. ماذا ستقرأ؟ من سورة المزمل. من سورة المزمل أيضا. تكمل السورة ولا من أولها؟ لا من أولها. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا قولا ثقيلا
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقمر قليلا. هي أشد وطئا وأقوم قيلا. هي أشد وطئا وأقمر قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. في النهار. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. أعد الآية. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق ورب المغرب. رب المشرق والمغرب. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة. أولي النعمة. ومهلهم قليلا. مرة ثانية. أولي النعمة. أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما. وطعاما ذا غصة. وطعاما ذا. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا عبد الرحمن، قراءتك جيدة. نريد منك اهتماما أكثر بأحكام التجويد، بالإدغام، بالقلقلة، حتى تتقن وترتفع وترتقي أكثر إن شاء الله. معنا اتصال آخر أيضا. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. اقرأ سورة براء. ايش اسمك؟ براء. براء، كيف حالك؟ الحمد لله. بأي صف؟ تمهيدي. تمهيدي، ايش بدك تقرأ؟ تبارك. سورة تبارك الذي بيده الملك، بسم الله. تبارك الذي بيده الملك. أين البسملة؟ أين البسملة؟ براء، أين البسملة؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. على كل شيء قدير. لا، ما نريد نستعجل، شوي شوي. على كل شيء قدير. على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز على كل وهو العزيز الغفور. كل غفور هو الذي جاء الذي لكم. الذي ما عندنا هو. الذي جعل لكم الأرض ذلولا. الذي خلق سبع سماوات. الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب
جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيق وهي تفور. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. يا براء لما تقرأ قراءة بطيئة بتصير قراءتك ممتازة ومتقنة، لكن لما تستعجل بتضيع الأحكام. فبدنا إياك دائما تقرأ بهدوء مثل ما قرأت الآن. بارك الله فيك وشكرا على اتصالك. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معي؟ ابن محمد من صويلح. ابن محمد أهلا وسهلا، ماذا ستقرأين؟ من سورة المزمل الآية الأخيرة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. قراءة متقنة وطيبة يا أم محمد، الله يجزيك الخير. لكن هناك بعض الملاحظات، يعني التفخيم والترقيق يحتاج إلى ضبط عندك. نصفه، يعني فرق بين نصفه وبين نصفه. الأرض وليست الأرض. تنتبهين للتفخيم والترقيق. بقية الأمور قراءتك إن شاء الله متقنة، وتحتاجين شيئا أيضا في موضوع الوقف والابتداء. بارك الله فيك وشكرا على اتصالك. إذا مشاهدينا الكرام، هذه الآية الكريمة التي في آخر سورة المزمل. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. طبعا في أول السورة كان قوله تعالى قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الأمر بقيام الليل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في منتهى الهمة والنشاط فليقم أكثر من نصف الليل، وإذا كان في حال متوسط فليقم نصف الليل، وإذا كان في حال ضعف أو تعب فليقم ثلث الليل. ثم جاءت هذه الآية الأخيرة لتخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين شيئا من التخفيف. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، يعني أقل من ثلثي الليل قيام لقراءة القرآن والصلاة، ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. إذن المسألة ليست منضبطة بالساعات وبالدقائق، وإنما بتقدير تقريبي، إلى أن قالت الآية الكريمة فقرأوا ما تيسر من القرآن، فأذنت للمسلمين أن يقوموا الليل ولو بما تيسر، يعني سورة طويلة أو قصيرة، جزء جزآن أو أكثر، لكن السعيد من المؤمنين من المسلمين من يحافظ على قيام الليل والإكثار والتطويل بقراءة القرآن استمتاعا بمناجاة الخالق سبحانه وتعالى. مشاهدينا الأعزاء، هذه أو نحن اليوم في اليوم الأول من عام هجري جديد، وكل عام وأنتم بخير، لكن أريد أن أقدم أو أقول نصيحتين. الأولى فيما يتعلق بالقرآن الكريم، نريد بإذن الله تعالى أن يكون لنا كل يوم ثلاثة أوراد، ورد من القرآن نقرأه تلاوة مع إتقان الأحكام، وهذا لا يقل عن جزء في كل يوم، ثم ورد في الحفظ بحيث نحفظ شيئا من القرآن ولو آية واحدة في كل يوم، والورد الثالث أن يكون لنا تدبر ومحاولة لفهم آية أو أكثر، يعني ولو آية واحدة نحاول أن نتدبر فيها ونفهمها. إذا حافظنا على هذا سنجد تغيرا إيجابيا كبيرا في حياتنا بإذن الله تعالى. الأمر الآخر، المسلم يجب أن يكون منظما في شؤونه كلها، لا تقبل منه العشوائية ولا الفوضوية، مطلوب أن نخطط لحياتنا، أن يكون لنا في هذا العام وفي كل عام بإذن الله تخطيط، ما المشروع الذي نعمله خلال هذا العام، وكيف نبدأ بتنفيذه، وكيف نتابع هذا التنفيذ ونراجع ما نفذنا، حتى إذا انقضى العام كنا بإذن الله تعالى قد أنجزنا مشروعا أو أكثر. ثم تخطيط لمدة شهر، يعني كل شهر له خطة ماذا سنعمل، أيضا كل أسبوع له خطة، وكل يوم له خطة، حتى نعمل أعمالا تكون بإذن الله تعالى في مرضاة الله وفي تصحيح أمورنا وأحوالنا. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العام عام خير وبركة ورشد ونصر للمسلمين على أعداء الله الكافرين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد.